بالعراق آن السندباد. أهلا ومرحب بضيوف البلاد. أسمع التاريخ قالكم يا هلا في بلاد الكرم عنوان الأمجاد. افتتاح خليجي 25 في البصرة أبعث برسائل كثيرة أنه العراق قادر وتحديدا البصرة قادرة. وجهت نظري باعتباري كنت حاضر أصلا بالافتتاح في الملعب. افتتاح مبهر ويليق بالعراق ويليق بثقافة العراق وبتاريخه. رسالة واضحة من العراق لأشقائه وللمنطقة ولآسيا جمعاء بأن العراق قادر على استضافة كبرى البطولات الإقليمية والمناطقية إن صح التعبير فيما يخص الخليج وغير ذلك. إن شاء الله هي الخطوة الأولى باتجاه عودة العراق لمكانته الحقيقية. حدث مثل تنظيم خليجي 25 في محافظة ومدينة مثل البصرة مشهورة بعطائها الرياضي وبعطائها الثقافي والحضاري شيء يدعو للفخر ويدعو للتفاؤل حقيقة. وتابعنا بل العالم كله تابع مساء أمس هذا الحدث الرياضي المهيب، وحقا نجحت البصرة في هذا التنظيم، وكان أروع ما بالحفل هذا الجمهور. وكلنا نعرف وكلنا عايشنا هذه الفترة أن الجمهور العراقي هو جمهور متعطش لكرة القدم، بل هو مجنون بكرة القدم على مستوى الدوري، على مستوى متابعة المنتخبات العراقية عبر مشاركاتها الواسعة الآسيوية والخليجية. مثل الجبل وحدتنا، شجاعة وقوة جمعتنا، نعم تحيا عروبتنا وتظل عنوان. نحط الايد بريد هيبتنا شموخ السيد، جمعتنا هلال العيد واحنا اخوان. بعد انقطاع طويل عن إقامة البطولات الكروية في العراق، وبعد جهد كبير أقامه الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة وكل الجهود، أسفرت عن إقامة العرس الرياضي الكبير الذي أقيم في البصرة الفيحاء التي أثبتت للعالم الكرم العراقي الكبير، وقد كانت بطولة ناجحة نافست كثيرا بطولة العالم التي أقيمت في قطر. خليجي 25 في البصرة هو افتتاح لحياة رياضية وثقافية واجتماعية وبيئية للشعب العراقي، لأننا إزاء هذا النجاح الكبير الذي حققه البلد في أو مدينة البصرة كذلك في استضافة هذا الخليجي، إنما يعد جانب استراتيجي لمعرفة أن العراق هو بلد كبير بمنجزاته وبحضوره على المستوى الرياضي أو المستويات الأخرى. احنا من نزرع حروفك يا عراق، خضر بقيعانك ابيات الشعر، وانت يا اول شمس شعت بها، منين ما شمك اشم اطيب عطر، دجلتك مرت على العالم خضار، وفراتك حول الصحراء سحر، انت يا اول حضارات الوجود، وانت للتاريخ عنوان وذكر. تقام بطولة خليجي 25 في البصرة، هذه بحد ذاتها هي رسالة كبيرة ومهمة أن يكون العراق بتواصل مستمر مع عمقه العربي، مع جاره الخليجي. هذه كلها تعتبر مهمة، ويعني مهمة للعراق تاريخ حاضرا ومستقبلا. نبارك للعراق استضافة كأس الخليج العربي البصرة 25، وإن شاء الله استضافة مميزة للعراق في هاي السنة، وإن شاء الله تكون فاتحة خير على العراق وعلى العراقيين، وإن شاء الله يتمتعون الإخوان الخليجيين بالعراق وبالبصرة، وتكون بطولة مميزة إن شاء الله، ونتمنى تحقيق اللقب.